اهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى هاد لا فيديو تلقاكم ان شاء الله بخير وعلى خير. معكم كوثر من قناه اميره شبيتي. فهاد لا فيديو ان شاء الله جبت لكم البنات واحد الماسك غزال بزاف. عارفين احنا مع رمضان البشره تاعي بزاف 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 بزاف، ويعني ما كيكونش عندنا داك الوقت باش كنديروا الماسكات ونطلعوا فيها. المهم بالنسبه لهاد لا فيديو ديال اليوم ان شاء الله جبت لكم البنات واحد الماسك غزال بزاف 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 بزاف. راه مؤخرا داير بوم في كاع صفحات ديال انستغرام، اليوتيوب، كذلك في هادو في صفحات ديال الفيسبوك، وزوين بزاف. هذا الماسك هذا هو كيسميوه الدلكه السودانيه. هذا زوين تبارك الله ما شاء الله، كيخرج البشره كتبري وكينقيها من المسام، من جدوره المسام ديال الوجه كتنقى. مهم بالنسبه للمكونات اللي غنحتاجو، شوفوا البنات الا كانت عندكم القهوه معصره احسن ديروها هي باش غتخدموا الماسك. ما كانش عندكم ديروا في حالي. انا هنا خديت القهوه عادي اللي عندي في الدار، درت فيها واحد جوج معالق قد هادو صغار، درتهم هنا في الكاسرونه. غنزيد عليهم الماء، غنزيد عليهم الماء عادي اي واحد شويه، ونخليها طيب مزيان تطلق هاد القهوه مزيان مزيان. عاد غادي ندوزو دابا للطاب الثانيه نوريكم شنو غنديروا فيها. ما حبيباتي شفتوا شحال زدت ديال الماء؟ غير شويه. حبيباتي هي القهوه من بعد ما طلقات غادي نصفيها. شتي تقريبا كتجي بحال القهوه معصره، هذا كتجي تماما. الا كانت عندكم نتوما ديروها احسن. انا نغسل هاد الكاسرونه ونعاود نتلاقى معكم باش نوريكم شنو غنزيدو لهاد القهوه هادي. اما البنات هادي نفس الكاسرونه غير عاود شللتها. غادي ناخدو هنا عندي جوج معالق صغار ديال الدقيق فورص، هو هذا. تقدروا ديروا حتى الدقيق ديال الزرع الا عندكم ديروا احسن، انا ما متوفرش عندي. المهم وغاديروا هاد القهوه هادي، غادي نحركو وغادي نحطو كلشي فوق البوطة باش يعقل. غادي نزيد غير واحد شوية الماء، هي القهوة يستحسن انكم مازال ديرو ليها الماء شوية قليل كتير، ميكونش تاني قليل بزاف باش يتخلط لكم الماسك مزيان. المهم ها هي كيما شفتوا، غادي نحطها فوق البوطة تتعقد مزيان. انا البنات حطيتها فوق البوطة، غادي نبدا نحرك تنحس بها راه صافي تمسكات مزيان، وغنطفي عليها. ها كيما كتعرفوا راه الدقيق ديالي كيتجمع هايا. عاودي ديما هاد الماسكات وهاد الشيء اللي تيدار الوجه، عاودي ديما تحركوه بمعلقه ديال الخشب احسن. هانتوما شتو كيتماسك. صافي انا غنطفي عليه. هاي شتي، هذا هو القوام ديال الماسك كما شفتوا، تماسك لينا داك الدقيق مع الماء ديال القهوه. غادي نخوي في هذا ونوريكم الشكل ديالو كيفاش كيجي. هذا راه تقدروا تستعملوه البنات حتى ليديكم كمقشر. غنوريكم دابا طريقته للوجه كيفاش. هذه هي البنات الوصفه كما كتشوفوا، تخليوها حتى تبرد، ديروها شويه سخونه، تغسلوا الوجه مزيان وكديروها ليه كامل الوجه ديالكم، كتخليوها حتى كتنشف مزيان، حتى كتحسوا بها راه نشفات في الوجه. عاد كديروا قماش الوجه ديالكم كتغسلوه، كيخرج الوجه كيبري تبارك الله ما شاء الله زوينه بزاف. هانتوما نوريكم في يدي
بس زوينه دغيا كدار الوجه، يعني ما فيهاش تعقيدات. انت حالك كديروها لوجهكم ولا اي بلاصه بغيتو في الجسم، ماشي بالضروره الوجه، هي كدار الذات كامله، مكوناتها جد طبيعيه، يعني اي وحده متوفره عندها هادشي في دارها، يعني بلا ما تعكزو البنات. انتم شفتوا، وكنتمنى هذا الفيديو ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم ما تنسوش اللايك لهذا الفيديو هذه، وتبارطاجيه مع صحاباتكم انو دوتا هما يديروا هذا الماسك ان شاء الله، باش كلكم تنوروا نهار العيد، كلكم البشره ديالكم تكون زوينه والجسم ديالكم يكون زين ان شاء الله. وعواشركم مبروكات، عيدو تعاودوا ان شاء الله بالهنا والتيسير وطولة العمر يا ربي، والله يتقبل منكم سائر الاعمال يا رب العالمين. طلعوا براسكم بزاف بزاف، السلام عليكم.